سلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري، وذلك خلال زيارته الحالية إلى ماليزيا أولى محطات جولته الأسيوية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن شكري أعرب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الماليزي عن تطلعه لأن تكون الزيارة فرصة لإعطاء المزيد من الزخم للعلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا. تناول اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، فضلا عن سبل الدفع قدما بها على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى تناول الجهود الجارية للإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27، والتي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل.